دعونا نتعلم عن المصفوفات. إذا ما تعني أو ماذا أعني عندما أقول مصفوفات؟ حسنا، المصفوفات عبارة عن جمع مصفوفة. إذا ما هي المصفوفة؟ إذا ما هي المصفوفة؟ حسنا، إذا فكرت بها بشكل بسيط، إنها عبارة عن جدول من الأعداد. هذه هي المصفوفة. دعوني أرسم مصفوفة لكم. لا أحب ذلك اللون الأزرق الذي يشبه لون معجون الأسنان، لذا دعوني أستخدم لونا آخر. هذا مثال على المصفوفة. إذا قلت لا على ما سأختار أعدادا عشوائية، هذه مصفوفة 5 و1 و2 و3 و0 و-5، وهي عبارة عن جدول أعداد. وغالبا إذا أردت أن تحتوي المصفوفة على متغير، فتستخدم الحرف بصورة المكبرة بالحرف A، وفي بعض الكتب يكتب الحرف A بخط سميك. وبقليل من الرموز، فإن هذه تسمى مصفوفة، أو سنسمي هذه المصفوفة بحسب الاتفاقية. يمكنك أن تسميها مصفوفة 2 ضرب 3، وفي بعض الأحيان يتم كتابة 2 ضرب 3 تحت الخط السميك المستخدم لتمثيل المصفوفة. ما هي الاثنان وما هي الثلاثة؟ حسنا، الاثنان عبارة عن عدد الصفوف. لدينا صف واحد، صفان، هذا صف وهذا صف. لدينا 3 أعمدة، 1 2 3، ولهذا السبب تسمى بمصفوفة 2 ضرب 3. عندما تقول، كما تعلمون، إذا قلت أن هذه بي، إذا كانت بي مصفوفة 5 ضرب 2، فهذا يعني أن بي تحتوي على، يمكنني، دعوني أعد، 1 2، سأحدد الأعداد، 0 سالب 5 و10، تحتوي على 5 صفوف وعمودان. سيكون لدينا عمود آخر هنا. إذا دعوني أرى، سالب 10 3 7 و2 وباي. إنها مصفوفة 5 ضرب 2. أعتقد أنكم الآن حصلتم على فكرة أن المصفوفة عبارة عن جدول أعداد. يمكنكم تمثيلها عندما تضعوها بنموذج المتغيرات، تمثلها بأحرف كبيرة وسميكة. في بعض الأوقات ستكتبون 2 ضرب 3 هنا، وأنتم في الواقع تشيرون بهذا إلى المصفوفة. في هذا المثال، المثال موجود في الأعلى، حيث لدينا المصفوفة A. إذا أراد أحدهم أن يشير إلى، دعوني أقول، هذا العنصر من المصفوفة. ما هذا؟ هذا الصف الثاني، إنه في الصف الثاني وفي العمود الثاني، صحيح؟ هذا العمود الأول وهذا العمود الثاني، الصف الأول والصف الثاني. إذن هو في الصف الثاني والعمود الثاني. في بعض الأوقات سيكتب الأشخاص A، ومن ثم يكتبون، كما تعلمون، 2.2 تساوي 0، أو ربما سيكتبون A أحيانا 2.2 تساوي 0 بهذا الشكل. حسنا، ما هي A؟ إنهما متساويان. إنني أفعل ذلك حتى أوضح لكم الرمز، لأن العديد منها عبارة عن رموز. ما هو 1.3؟ حسنا، هذا يعني أننا في الصف الأول والعمود الثالث. الصف الأول، الأول، الثاني، الثالث، إنه هذه القيمة. إذن هذا يساوي 2. هذا هو كل ما تعنيه المصفوفة. إنها عبارة عن جدول أعداد، يمكن أن يمثل بهذه الطريقة. يمكننا أن نمثل عناصره المختلفة بهذه الطريقة. ربما كنت تتساءل، حسنا، هذا جميل، جدول أعداد يحتوي على كلمات جيدة ورموز جيدة، لكن ما فائدته؟ وهذه هي النقطة المثيرة للاهتمام. المصفوفة عبارة عن تمثيل المعلومات، إنها طريقة لكتابة المعلومات. إنها في المجمل عبارة عن جدول أعداد، لكنها يمكن أن تستخدم لتمثيل مجموعة كاملة من الظواهر. وإذا فعلتم هذا في دروس الجبر 1 والجبر 2،
فربما ستستخدمونها لتمثيل المعادلة التخطية، لكن سنتعلم لاحقا وسأقوم بعمل مجموعة عروض عن تطبيق المصفوفات على مجموعة كاملة من الأشياء المختلفة، لكنها لا يمكن أن تمثل إنها ضخمة جدا. وإذا كنتم تعملون في مجال الرسم المحوسب فإن المصفوفات العناصر يمكنها أن تمثل بشكل على الشاشة، يمكنها أن تمثل نقاط الفضاء الإحداثي، من يعلم يمكننا أن نفعل ذلك هناك. لكن الشيء الأهم أن ندركه هو أن المصفوفة ليست ظاهرة طبيعية، فهي ليست كمجموعة من المجموعة التي كنا ننظر إليها، إنها طريقة لتمثيل مفهوم رياضي أو طريقة لتمثيل قيم، لكن عليكم أن تعرفوا ما الذي تمثله. لكن دعونا نضع هذا جانبا إلى أن نعرف ماذا تمثل، إلا أن نعرف ماذا تمثل. لكن على أي حال سأعود إلى ما كنت أفعله. إذن دعونا نضع ما تمثله المصفوفة جانبا، دعونا نتعلم الاتفاقيات، لأنني أعتقد بالنسبة لي على الأقل أن هذا سيكون الجزء الأصعب. كيف نجمع المصفوفات؟ كيف نضرب المصفوفات؟ كيف نقلب المصفوفات؟ وكيف نجد محدد المصفوفة؟ أعلم أن جميع هذه الكلمات ربما لا تبدو مألوفة لكم أو تكون قد تعرضتم لها في الجبر. سأعلمكم جميع هذه الأشياء، وهي جميعها عبارة عن اتفاقيات من تعريف الإنسان. ومن ثم أخيرا سأقوم بعمل مجموعة عروض وما الذي تمثله بالفعل. إذا دعونا نبدأ. لنفترض أني أريد أن أجمع هاتان المصفوفتان، لنفترض أن الأولى، دعوني أغير الألوان. لنفترض سأقوم بكتابة أشياء صغيرة حتى لا تنفذ المساحة. إذن لدينا المصفوفة 3 وسالب 1، لا أعرف، و2 و0، لا أعلم، لنسمي ذلك A بالشكل A الكبيرة. ولنفترض أن المصفوفة B، إنني أشكل أعدادا، المصفوفة B تساوي 7 2 3 و5. وسؤالي لكم الآن، ما هي A؟ لقد كتبتها بخط سميك هكذا، زائد المصفوفة B. إذن سأقوم بجمع مصفوفتين ومرة أخرى، إن هذا من اكتشاف الإنسان. أحدهم قام بتعريف كيفية جمع المصفوفات، يمكن أن يعرفوها بطريقة أخرى، لكن قالوا سنجمع المصفوفات بالطريقة التي سأوضح لكم لأنها مفيدة لمجموعة الظواهر. عندما تقوم بجمع مصفوفتين تجمع فقط العناصر المتشابهة. كيف ينجح هذا؟ حسناً، تجمع العناصر الموجودة في الصف الأول والعمود الأول مع العنصر الموجود في الصف الأول والعمود الأول، هذا جيد. إذن 3 زائد سالب 7 تكون عنصراً العنصر ثم عنصر الصف الأول والعمود الثاني، سيكون -1 زائد 2. نضع الأقواس حولهم ويمكنكم أن تخمنوا كيف يستمر هذا. هذا العنصر سيكون 2 زائد 3، هذا العنصر أي العنصر الأخير سيكون 0 زائد 5. كم يساوي هذا؟ يساوي 3 زائد سالب 7 ويساوي -4، -1 زائد 2 يساوي 1، و2 زائد 3 يساوي 5، و0 زائد 5 يساوي 5. لقد حصلنا عليها، هكذا نعرف جمع المصفوفتين، لقد حصلنا عليها. ومن خلال هذا التعريف يمكنكم أن تتخيلوا أن هذه ستساوي P زائد A، أليس كذلك؟ وتذكروا هذا شيء علينا أن نفكر به.
لأننا لن نجمع أعداد أخرى. أنتم تعلمون أن 1+2 يعادل 2+1، لا يهم الترتيب، لا يهمنا الترتيب الذي نجمع به. لكن بالنسبة للمصفوفات فإن الأمر غير واضح، لكن عندما نعرفها بهذه الطريقة لا يهم إذا قلنا A+B أو B+A، أليس كذلك؟ إذا وضعنا A+B فهذا يعني -7+3، وهذا يعني 2+-1، لكنهما ستعطي نفس النتيجة. هذا هو، ويمكنكم أن تتخيلوا عملية طرح المصفوفات. حسنا، دعوني أوضح لكم كيف سيكون ناتج A ناقص B. حسنا، يمكنكم اعتبارها هذه B، وهي عبارة عن مصفوفة، ولهذا السبب كتبتها بخط سميك جدا، وهذا ما يعادل A+-1 ضرب B. ما هي B؟ حسنا، B عبارة عن -7 و2 و3 و5، وعندما تضربون، أي عندما تضربون عدد بالمصفوفة، فأنتم بذلك تضربون العدد بكل واحد من العناصر. إذن هذا يساوي المصفوفة A زائد المصفوفة، نحن نضرب -1 كل عنصر لدينا هنا، فيصبح لدينا -7 -7 -2 و -3 و -5. هذا ما فعلناه في الأعلى، نحن نعلم ما هي A. هذا يساوي، دعونا نرى A الموجودة في الأعلى، -3+7 وتساوي 10، ثم 2+-3 تساوي -1، و0+5 يساوي 5. ولا يتوجب عليك أن تقوم بحل هذا التمرين هنا، عليك فقط أن تقوم بطرح هذه العناصر وستحصل على نفس القيمة. فعلت هذا لأنني أريد أن أوضح لكم أيضا أن ضرب تدرج ضرب أو أي قيمة عدد ضرب المصفوفة عبارة عن ضرب ذلك العدد بجميع عناصر المصفوفة. وماذا نعرف من خلال تعريف جمع المصفوفات هذا؟ حسنا، نعرف أن كلا المصفوفتين يجب أن يكونا نفس الحجم من خلال تعريف طريقة الجمع. فعلى سبيل المثال يمكنكم أن تجمعوا هاتان المصفوفتان، يمكنكم أن تجمعوا 1+2+3+4+5+6+7+8+9 إلى هذه المصفوفة، أي إلى لا أعلم -10 -100 و -1000. إنني أفترض أعداد، وواحد وصفر وصفر وواحد وصفر وواحد. يمكنك أن تجمع هاتان المصفوفتان لأن لديهما نفس عدد الصفوف ونفس عدد الأعمدة. على سبيل المثال إذا أردت جمعهم فالعبارة الأولى ستكون 1+10 وتساوي -9، وسالب العبارة الثانية -98، وهكذا. أعتقد أنكم أدركتم الفكرة الآن. لكن لا يمكنك أن تجمع هاتان المصفوفتان، لا يمكنك أن تجمع، دعوني أكتبها بلون مختلف حتى أوضح أنها مختلفة. لا يمكنك جمع هذه الزرقاء، لا يمكنك جمع هذه المصفوفة إلى المصفوفة لا أعلم. إذن المصفوفة هذه 3 و2 مع المصفوفة 9 و7. ولماذا لا يمكنكم جمعهم؟ حسنا، لا يمتلكان عناصر متشابهة لكي يتم جمعهما. هذه تحتوي على صف واحد وعمودان، وهذه تحتوي على عمود واحد وصفان. إذن لا تمتلكان نفس الأبعاد، بالتالي لا يمكننا أن نجمع أو نطرح هاتان المصفوفتان. وكملحوظة صغيرة، عندما تحتوي المصفوفة على، عندما واحد أن أبعادها يكون واحد، على سبيل المثال لدينا هنا صف واحد وعدة أعمدة، فهذا يسمى متجه الصف. المتجه عبارة عن مصفوفة أحادية البعد وبشكل مشابه، فإن هذا متجه عمود. إذن هذا مصطلح إضافي يجب أن تعرفونه إذا أخذتم الجبر الخطي والتفاضل والتكامل، فلربما سيستخدم الأستاذ تلك المصطلحات، ومن الجيد أن تكون مألوفة لكم. حسنا، أراكم في العرض القادم.